السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم تلاميذي الأعزاء من جديد وفي مكون جديد. دائما وكما تعودت أطلب منكم حسن الإصغاء، كما أنني أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم جميع الدروس السابقة. فلنبدأ على بركة الله. مكون اليوم هو الصرف والتحويل، فأرجو أن تتابعوا معي بإصغاء لجميع المراحل كي تتمكنوا من فهمها إن شاء الله في نهاية الحصة. عنوان درسنا الجديد هو الفعل الناقص. ترى ما هو الفعل الناقص؟ وبماذا يتميز عن باقي الأفعال؟ فلننصت جيداً. أول ما سنستهل به حصتنا هو تذكير. سأذكركم قبل كل شيء بحروف العلة، فهي كما تعلمون الواو والألف الممدودة والألف المقصورة وكذلك الياء. هذه الحروف يمكن أن تكون في أول الأفعال أو في وسطها أو في آخرها، والأفعال التي تتضمن إحدى هذه الحروف تسمى أفعالا معتلة. بالنسبة للتذكير الثاني فهو يتعلق بالفعل المثال، لا بد أنكم تذكرتموه، فلنتعرف عليه من جديد. الفعل المثال هو الذي يبدأ بحرف العلة الواو، مثل وجد وصل وقع وزع. بالنسبة للتذكير الثالث فهو يتعلق بالفعل الأجوف، جوف الشيء أي وسط الشيء. فما هو الفعل الأجوف يا ترى؟ لابد أنكم تذكرتم. الفعل الأجوف هو الذي يتوسطه حرف العلة ويكون الألف الممدودة، مثل نام، طار، قال. أما الآن فسننتقل إلى موضوع درسنا الجديد وهو الفعل الناقص. الفعل الناقص هو الذي ينتهي في الماضي بحرف العلة الألف المقصورة أو الألف الممدودة، مثل صلى فهي تنتهي بألف مقصورة، نما فهي تنتهي بألف ممدودة. هذه تسمى أفعال ناقصة. الفعل الناقص كذلك ينتهي في زمن المضارع بحرف العلة ياء أو واو، فصلى في الماضي تصبح في المضارع يصلي، هنا فهي تنتهي بالياء. أما الفعل نما فهو ينتهي بألف ممدودة في زمن الماضي في المضارع يصبح ينمو، وهنا كما نرى فهو ينتهي بالواو. ما تعرفنا على الفعل الناقص وهو الذي ينتهي بحرف العلة الألف أو الألف المقصورة في الماضي وفي المضارع ينتهي بالياء أو بالواو.
أطلب منكم أن تصلوا كل فعل بنوعه: باع، شكا، ولج، عفا. ستبينون لي أين هو الفعل المثال وأين هو الفعل الناقص وأين هو الفعل الأجوف. ركزوا جيدا قبل الإجابة. أحسنتم تلاميذي الصغار. فباع هو فعل أجوف لأن حرف العلة في وسطه. شكا هو فعل ناقص لأنه ينتهي بألف مقصورة. ولج فهو فعل مثال لأنه يبدأ بحرف العلة. أما في الأخير فعندنا عفا فهو فعل ناقص لأنه ينتهي بألف ممدودة. أطلب منكم أن تنجزوا لي تمارين الصفحة 161 من الكتاب المدرسي. وإلى اللقاء في حصة أخرى من مكون آخر.